ووحيد سيف وعملت مسرح مع جنون البشر مع عاملة كامل. يعني انا اصلا التمثيل اصلا انا كنت احبه جدا وكنت احب المسرح قوي. يعني جنون البشر دي عرضناها في لبنان وعرضناها في مصر وعملت جو كويس قوي قوي. بس انا شايف ان يعني هو هي مش القصه ان انا ازود عملي. يعني انا ما بعرفش امثل فخلاص. ما انا لو مثلت وانا ما بعرفش امثل ده مش هيعلمني، هيقلمني. فانا ما اعرفش. في ناس يعني دنيا سمير غانم صوت هايل، تغني تغني، انما انا مش ما بقاش يعني لمجرد ان انا عايز امثل فبمثل. يعني انا شايف ان ممكن تضيف وممكن تقلل جدا، الا اذا كنت انا بأجيد النوع التاني من الفن. يعني انا بغني، لو أجيد التمثيل وفعلا كويس وعايز اعمل ده اعمله. لو عايز اعمله لمجرد ان انا عايز اعمل او ازود فني او ازود دخلي او ازود يعني من الوجهه دي، اعتقد ده ممكن يقلل جدا.